قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وأما الضابط الثاني فهو أن يكون على الوسطية نور الصحابة رضوان الله عليهم، فما عرفت الأرض وسطية خيرا وأعظم من وسطية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما خالف ما عليه الصحابة فهو افتراق عن الصراط المستقيم وشر وعذاب للأمة، لا يأتي الأمة بخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد كانت الجماعة الكاملة لهذه الأمة في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجماعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت الفرقة على الأمة بمخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشأ في الأمة أقوام ظنوا أنهم أفهموا لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت الفرقة في الأمة ووقع العذاب من هذه الفرقة. ولا زالت أمتنا إلى اليوم تعاني من هذه الفرق الضالة وآثارها العظيمة على قلوب الناس وعلى يعني مجتمع المسلمين وعلى أحوال المسلمين وعلى قوة المسلمين. فالشاهد أن الضابط الثاني الذي يضبط الوسطية أن يكون على الوسطية التي نسير عليها نور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.